السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مختبري، قناة تقدم معلومات طبية، فيديوهات تعليمية، قراءات في التحاليل الطبية مع شرح رمزها، كما تقدم فيديوهات تخص كل من يعمل في مجال التحاليل الطبية. من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد. وإن كان لديكم أي سؤال في التحاليل الطبية اكتبوه في التعليقات وسوف يتم الرد عليكم مباشرة بإذن الله. ولا تنسى الإعجاب. اليوم سنتحدث عن كيفية إعطاء حقنة عضل بدون ألم وبكل سهولة. أحب أن أنوه أن إعطاء الحقن لابد أن يكون تحت إشراف متخصص، سواء كان طبيب أو ممرض، ولكن قد نضطر إلى إعطاء أحد المرضى المقربين إلينا أو حتى إعطاء أنفسنا الحقنة في ظروف الطارئة، حيث قد تتوفر إلينا إمكانيات الحصول على متخصص أو إمكانيات الوصول إلى المستشفى. وإليكم بعض النصائح التي سوف تساعدكم في هذه المهمة. أولا، تعبئة السرنجة بالدواء ويتم كما هو موضح لديكم بالفيديو. بعض الأدوية تأتي في شكل أنبول زجاجي حيث يوجد علامة معينة يتم الكسر من عندها. البعض الآخر من الأدوية قد يوجد في شكل أنبول يحتوي على جزء مطاطي من الأعلى، حيث يتم سحب الدواء باختراق الإبرة للجزء المطاطي ويتم تعبئة الدواء كما ترون بكل سهولة. طبعا كيفية حل الدواء تكون مختلفة من دواء لآخر وحسب إرشادات الطبيب. ملحوظة مهمة، من الأفضل تغيير سن السرنجة أو الإبرة، حيث أن اختراقها للجزء المطاطي قد يسبب برود الإبرة مما قد يسبب ألم للمريض عند إعطائه الحقنة، فتغيير السن يخفف من الألم كثيرا. نفرغ السرنجة من الهواء تماما حتى تظهر أول قطرة من الدواء على حرف الإبرة. هنا تكون السرنجة والدواء جاهز للحقن. ملحوظة، لابد عدم تعريض سن الإبرة للهواء الطلق لمدة أكثر من 5 ثواني، فيتم تفريغ الهواء بسرعة حتى لا تتلوث الإبرة. ثانيا، تطهير المكان المخصص للحقن. لابد من استخدام الكحول الطبي لتطهير المكان قبل الحقن، ولكن عند عدم توفره فمن الممكن استخدام أي عطر يحتوي على نسبة من الكحول كمطهر، حيث نمرر قطنة مبللة بالكحول في مكان الحقن بشكل دائري كما ترون في الصورة أمامكم. أماكن الحقن الصحيحة: حقنة العضل يتم إعطائها في 3 أماكن. أولا، العضلة الخلفية، وهي أكبر وأأمن عضلة لإعطاء حقن العضل، وهي مناسبة لكل الحقن العضلية. في الأطفال أقل من 3 سنوات يمنع تماما إعطاء الحقنة في هذا المكان. يتم تقسيم المكان بالنظر إلى 4 أجزاء، ويتم الحقن في الربع الخارجي العلوي كما هو موضح بالصورة. المكان الآخر وهي عضلة الكتف، حيث يتم تحسس رأس عظمة الكتف بالأصابع، ويتم الحقن في الجزء الموضح بالصورة أسفل رأس العظمة. هذه العضلة عضلة متوسطة الحجم، ليست كبيرة، فبعض الحقن لا تكون مناسبة لها. ولمعرفة إذا كانت الحقن مناسبة لإعطائها في عضلة الكتف أم لا، لابد من استشارة أو سؤال الصيدلي. المكان الثالث
وهي عضلة الفخذ، وهي المكان المناسب لإعطاء حقن العضل في الأطفال الأقل من 3 سنوات، حيث يتم تقسيم الجزء ما بين مفصل الحوض إلى الركبة إلى 3 أجزاء بالتساوي، ويتم إعطاء الحقن في الثلث الأوسط في العضلة الخارجية لتخفيف الألم قبل إعطاء الحقن. من الممكن استخدام مخدر موضعي قبل إعطاء الحقن ب10 دقائق، ولمعرفة أنواع المخدر استشر الصيدلي. ولكني لا أفضل هذه الطريقة حيث أنها قد تؤثر على الأعصاب باستخدامها المتكرر. كما أحب أن أنوه لأن سرعة إعطاء الحقن لابد أن تتم بسرعة متوسطة، لا هي سريعة فلا تسمح للعضلة بامتصاص الدواء وقد يخرج بعض الدواء عند بعض الحقن، ولا هي بطيئة فيشعر المريض بالألم. مع تمنياتي بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.